عندنا زاد 14 بتاعي مش وطبعا هيك التمرينات خليت السنين هتهجم 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 شو تدخل طبعا نزلت انت لما زدت الدرجه درجه مرحبا بكم الناس الكل في لايف خاص بالقائمة اليوم تاع المنتخب الوطني التونسي. اكيد بارتاجيو اللايف ونستناو يكبر النومبر نتاع المتابعين واللي فيو لي ماكسيموم باش نكونوا نحكيو بالفضل في التفاصيل ونحكيو باكثر تفاصيل على القائمة. بعد شوية باش يكون معنا مهدي عبيد باش نحكيو اكثر على القائمة هذه وكل التفاصيل الخاصة بالليست متاع 27 لاعب اللي أعلنهم المدرب متاع المنتخب الوطني التونسي جلال القادر اليوم في ندوة صحفية. أكيد نجموا تعطيوا رأيكم وتكتبوا لي كومنتير متاعكم بخصوص الليست هذه. كيف كيف ليست كما كل ليست قبل المسابقات اللي من نوع هذا تثير الجدل، ولو أنه يمكن جدل اليوم كان على لاعب بواحد أكثر بنسبة كبيرة بارابور لبقية الليستات السابقين. كان ديما فما اسماء على جيت اسماء على ما جيتش، لكن اليوم كان تركيز تقريبا كله على حنا بعد المجري. دونك كما قلت نستناو شويه يكبر العدد نتاع اللايف وبعد نبداو نحكيو اكثر في انتظار يلتحق بنا مهدي بعد شويه. دونك بارتاجيو وتحاولوا اللايف لو ماكسيموم باش يوصل لاكثر عدد من الناس. تكتبوا لي كومنتير نتاعكم باش نحكيو فيه ونعلق عليهم، واللي حاب يدخل معنا في اللايف مرحبا به حتى لين يوصل مهدي. بعد شويه اكيد تعطل شويه صار له التزامات او في الطريق ديجا شويه ويكون بحضان ان شاء الله. دونك قائمة ب 27 لاعب كان عليها المدرب اليوم. هاد نعطيكم الأسماء بالضبط أكيد تعرفوهم الناس الكل. في حراسة المرمى موجود بشير بن سعيد، أيضا أيمن دحمان موجود، أيضا الحارس الثالث معز حسن. في الدفاع تقريبا نفس الأسماء الموجودة وتعودت بها الجماهير التونسية: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، على إغرام، أسامة الحدادي، حمزة جلاسي، وجدي كشريدة، علي معلول، علي العابدي. في خط وسط الميدان الياس الصخيري، حسام تقا، محمد علي برمضان، عيسى العيدوني، حمزة رافعة، أنيس بن سليمان، محمد الحاج محمود، يوسف المساكني، الياس العاشوري في الهجوم، ومعهم سيف الله الطيف، بسام السرافي، نعيم السليتي، هيثم الجويني، مرتضى بن ونيس العائد للمنتخب، وطه ياسين الخنيسي مهاجم فريق الكويت الكويتي. عمر يقول لي السلام عليكم، مرحبا يا عمر. كيف كيف اياد يسال توا زعما السرار في خير من بوغره والا راقي العواني. بون حق بوغره بعد شويه في الفتره على الكومبيتيسيون صارت له ضربه يمكن عطلت شويه البروز نتاعو. البروز كان بدايته قويه برشا مع الترجي التونسي، نتصور لو كان كمل على المستوى هذاك كان ينجم يكون موجود في المنتخب، ولو انه البوست نتاعو معبي شويه، يلعب على اليسار في الخط الامامي على اليسار، موجود العاشوري، موجود المساكني الطيف، الحق البوست نتاعو معبي شويه على عكس بسام السرافي. ما نعرفش علاش قارنتهم مع بعضهم انت، لكن بسام يحب يلعب على اليمين واللي هي بوست تقريبا الوحيد يمكن يحب يلعب غادي في المنتخب اليوم هو بسام السرافي، معناها يكون على اليمين ويدخل بساقه اليسار، معناها ويحل الملعب بطريقه هذيك. ما فماش برشا، بون ما فماش جمله، ولو انه مرتضى بن ونيس كيف كيف يلعب في جمعيته ولا في البوست هذاك، لكن ما نعرفش علاش قارنتهم الزوز مع بعضهم. ولكن العويني ملاعب ممتاز جدا خاصه في الماتشات الاخرانيين مع النجم الساحلي، قاعد يتعدى بريود باهيه برشا، ان شاء الله يكمل والمستقبل مازال قدامه ان شاء الله في الايامات الجايه. نبيل كوكي، كمال الشبلي، منصف الشرقي، ما نعرفش ما فهمتش هذا ستاف تكنيك اش دخلنا فيه زعما شكون لونترينور الفريق. يا الاولاد نحكيو على المنتخب مرة أخرى إن شاء الله، تروحوا حلوا لايف نحكيو على مدرب الفريق وشكون باش يكون مدرب الفريق.
دونك ماذا بيا التفاعليه تكون اكثر على القائمه نتاع المنتخب الوطني التونسي. ما نحبش ندخل اكثر في التفاصيل، نستنى حتى يجي مهدي باش نحكيو باكثر مع بعضنا، تكون افضل معناها العمليه. طبعا خير من بوغرا وخير من راقي العواني. بون كل حد راي الحق، ماذا بيا لي كومونتير نتاع الناس اللي تتبع وتفرج تكون مبنيه على اساس معناها المنطقي مش على اساس العاطفه. معناها برشا حاجات شفتهم اليوم، جمهور الفريق وينو زعلوني، جمهور الترجي وينو مميش، توا جمهور النجم وينو راقي العواني. الحق ماذا بينا نكونوا نغزر الامور بنظره اخرى، وما شاء الله عليهم مميش قاعد تبارك الله جارديا ممتاز، ان شاء الله المستقبل يكون قدام. وكيف كيف الزعلوني قاعد يقدم في ماتشات باهيه مع الكلوب، ان شاء الله كيف كيف المستقبل قدام. ولكن فما منافسه مع يان فاليري كيف كيف اللي متالق في فرنسا، ان شاء الله الزعلوني يكون في المستقبل قدام ان شاء الله. مميش ما عندوش بلاصة، نفس العادة المحاباة، طفل صغير قاعد يوري في حاجة مزيانة، صحيح قاعد يوري، لكن فما تروا جارديان كيف كيف سابقينه في ليكيب ناسيونال، أكثر خبرة من مميش، ما شفناش أغلاط كبيرة منهم ثلاثة، دونك نشوف ما فماش علاش باش يبدل معناها جارديان باش ينحي جارديان منهم، ما نشوفش حتى واحد منهم ثلاثة على الأقل في الوقت الحالي ينجم يتنحى باش يدخل بلاصته مميش. إن شاء الله قاعد يقدم في ماتشات باهين مع الترجي، ان شاء الله يكون في المستقبل علاش ليه حاط الحارس الاول نتاع المنتخب اذا كان واصل بنفس المستوى ونفس المردود. شكون جوير قواشي يلعب في البوست هذاك كيما صرافي؟ ما فما شيء، هذا اللي كنت نقول فيه ايمن القرفي. قدور الاسود الزعلوني يتعدى قبل فاليري، سي دي شوا والحق، ولو اني نختلف شويه مع الناس الكل هنا، خاطرني الزعلوني نشوف مانيش قاعد نشوف المستوى اللي تحكي عليه الناس الكل منه، هو معناها نشوف كأنه فما برشا تفخيم اللي قاعد يقدم فيه مع النادي الافريقي. طفل واعد، طفل باهي، طفل ورا حاجات باهية، لكن بصراحة ماهوش في، ما يستحقش نشوف الهلمة هذه والكلام الكبير اللي قاعد يتقال عليه معناها من جمهور النادي الافريقي. نتصور كان يخلوه يخدم في عقله ويخدم ويطلع ويتطور بشوية بشوية يكون افضل ليه والنادي الفريق والمنتخب. اياد السيفي نتصور احسن ما فما تو في الهجوم الطيف وحاتم وهيثم العاشوري، صحيح نتصور الناس كل ما فماش اجماع على الملاعبية ذوما الثلاثة يستحقوا يكونوا في المنتخب. العاشوري تقريبا اصبح تقريبا فالور سيري في المنتخب، خاصة بعد المستوى الكبير اللي وراه في الشامبيونز ليج. الطيف كيف كيف متألق وهداف في بطولة سويسرا، والجويني أيضا قاعد يكونفيرمي من ماتش لماتش وقاعد ياخذ في ثقة كبيرة في روحه، وشفنا الهدف الأخر اللي ماركاه كونتر الكلوب، ظهر لي هدف ممتاز وممتاز جدا تاع قلب هجوم، يعرف يلعب ساقية، يعرف ياخذ الكرة ويدور كيف كيف، يعرف يشوت، تبارك الله عليه. إن شاء الله نشوفوا برشا منهم من الحاجات اللي وراهم هيثم في ماتش النادي الإفريقي في الكان الجاية. الماتشوات في ماتشوات كبيرة، لاعب ساو باولي الياس سعد، الياس سعد دونك هو فضل اللي ما يحبش يجي للمنتخب وفضل يبقى في جمعيته في ساو باولي. شواء منه هو تبع بعض كي يجي مهدي نحكيو عليه اكثر الشواء هذا، سواء من الياس سعد والا من حنبال المجبري. المنطق واجد المثلوث يقول المنطق والله العظيم الزعلوني خير من فاليري، والله العظيم ما نعرفش علاش تحلي في الصيح، لكن كل حد وراي معناها ما فماش قران والا ماتيماتيك معناها باش تقول واحد مع واحد يساوي اثنين، معناها باش تقول لي والله الزعلوني خير ما تحلف خويا صادق. ماشي بحالي وراس خويا على اساس المنطق وليس بالعاطفه. أنا قلت لك المنطق معناها كل حد والمنطق نتاعو وكل حد كيف يشوف. حسين صبري يظهر لي مفهماش ملاعب يتظلم من المرة هذه. بون صحيح تقريبا لوجيك القائمة، حتى اللي ما استحضرش الحق فما ملاعب يتظلم وما تظلمش، ولو اني حبيت يكون موجود حمدي العبيدي، لكن ما نجمش نلوم المدرب اللي ما عيطش اللاعب احتياطي في جمعيته، نتصور نلوم المدرب السابق للنادي الافريقي اكثر من اللوم على حمدي العبيدي. باش نحكي كل شيء ظهر لي قبل ما يخلط مهدي انا. يا هاوجي سافا طريق سافا يجي وراها مرفيعه. احكي ديجا باش نعلق عليك تسمع فيك الكاميرا.
عمر الجوادي ايش بيكم نسيتوا دراجر؟ دراجر عنده اصابه الحق وعنده اصابه والمستوى الحق اللي وراه في ماتشات الخانيين نتاع مع المنتخب نتصور ما داش حاجه كبيره ماتشات الخانيين وفي الوقت اللي كما قلت كما كنت نحكي على فاليري السيد في فورما فريقه متالق في بطوله فرنسا في ليغ 2 فريقه الاول في ليغ 2 في فرنسا قاعد يعمل في ديز اسيست كل جمعه تقريبا عامل في اخر الشهر هذا يمكن زوز ولا تلوز اسيست دونك السيد فرنسا روحه رغم اللي صحيح اللي في المنتخب بالفتره الاخرى وقت اللي جا ما وراش حاجه كبيره لكن متالق في جمعيته ما نجمش تعيط ما تعيطش اللاعب متالق في جمعيته نتصور ثلاثة هجوم عاشوري جويني وصرافي عمر الجوادي عنده بلاصة من عشرة شكون يحكي قصي اليفرني شنو رايك في غياب حنا بعد تو بعد نحكيو عليه أكثر غياب حنا بعد هو ولو انه الشواء عامله هو دراجر ما عندوش بلاصة نشوف ما عندوش بلاصة الحق سواء تكنيكمون ما نشوفش اللي هو عنده بلاصة اليوم في المنتخب ما هوش حاضر كما يلزم والا حتى من ناحيه الصحيه اللاعب مصاب معناها ما نتصورش اللي نجم يكون موجود في القائمه دونك عايد اللاعب يحاضر هنا خاصه المستوى معناتها ماهوش بعيد برشا على بعضه بين المجبري وبين سامحني دراجر وبقيه الملاعبيه ماهوش بعيد برشا المستوى على بعضه مريق لليستا وبرافو جلال ونشجع منتخبنا هذا شنو قال الهيكل كوكا وجدي مفلوسي فاليري كاول ديفيزيون 2 في فرنسا تي ديفيزيون 1 في فرنسا ما عندهم شيء والله وجدي ما عارفش كيفاش قلت الكلام هذايا كيفاش حكمت على ديفيزيون 1 في فرنسا ما عندهم شيء ديفيزيون خارج ملاعبيه ونجوم كبار يلعبوا فيها نجوم سامحني فيك رياض بن عمر فرجاني سيسي بون سيدي شوا كان نجم يكون موجود فرجاني صحيح انا في بلاصه المدرب الوطني يكون موجود فرجاني رجعت سامحوني كونيكسيون قصت نورمالمون رجع الضوء ما عرفتش قاعدين شوية باش يدخل بالباج نتاعو هو زاد سي جبير قطيع فيها مدريل هذه التجربة الأولى مش مشكلة واحدة هلا بسمات هلا بالغالي هاي لانسين اخويا الباج نتاعك حين كبر وين مش متشافوا انا وياه سالين عليه انت تستغل في شهر عامل عليكم زي تستغل في شهر دي دقيقه برك تو نعملوا استفتاء شكون مشهور اكثر بالله عين هبطوها في ايش هاتوا ها لحظة هاتوا كلهم بجي شنع لك الالف اي تفضل اي مرحبا لازم نوخر بعد بتوعنا هو الزوز زعما صوتي تسمع كنا بعدو يتسمع هاي يتسمع النجم مركب الكرو كل عندي بي بارتاجيت من عندي هي رجعت خاطر بارتاجيت من عندي يسمعوا فينا بالعربية مش تفضل خلينا نوريو الصحفيين يعيشوا ازمات مادية هاي بسم الله ها مهدي العيادي بضف قال لك اسلام مشهور اكثر يا مهدي سايبه الغالي الكبير هذاك شفت كيفاش تجي الخدمة رد بك تيح وبركة لايف تلقاه في باج مهدي كنا عملنا شوية بوبليسيتي هكا شوية غالي يجيب العرض فيا حسن وحسين بس فرتاس هاي السلام عليكم انا بسيمة شبيك انت وفيا عندك ريتار انا بعد راش السيد هنا في بيرويا قاعد في بيرويا باه مسيرة جسمة راهو نجم داري لا كيفاش نقلبوها هكا شوية باش تبدل الأمور. إي تولي معوجة. إي سافا خليها هكا. نزيد نقلب ما عرفتش نجم. تحس نبدلوا البلاصة فماش بلاصة غادي خير. مش بينا قاعدين هنا. هاي برا. عيش. راكم تتبعوا معنا حتى في التركيح نتاع الأمور والأمور الأمور اللوجستية اللي راكم تشاهدوا فيها. عنده برشا يحصل فيا على بالي. خليناكم تعيشوا معنا أجواء المباشر معناها
هيك ما عوش. مش عارفين وطريعة عارفة طيب ومني كان يحكي فيه معنا باش قلت خميني أقل بخ جايكم جايكم تول معلم باش يعطيكم الأفكار الصحيحة أقل بخ اللي كان يحكي فيه راوت خلويف زي تقل بخ وين تو هكا هكا ما يجي لسقوا لسقوا صحيح بالله بالله فازا بالله اعطيونا رايكم بالله الزملاء في الحفله اسمع يجيو لا يجيوك جماعه التيك توك تعيط لهم في كلمتين تقول لهم تكبيس تك تك يطلعوا 10000 صح احنا زوز رجال يسمعوا مزمر فينا 90 كيلو معناها ما عنده شيء اي سيدي عاش انا سمعتكم قبل قلت كلمه باهيه المحار ومستغرب فيك كيفاش اول مره تقول فما اجماع على القايمه بصراحه هذوكم هما حتى ما فماش ملاعبيه هذوكم هما ممكن 27 ملاعب زاد ساحه شويه الماموريه على المدرب لا لا مش صحيح خاطر كان في ديجا في الكوب دي موند هزينا 27 كوب دافريك اللي فات مشاو كيكا فاري 27 25 27 وما لقاتش اجماع انا ما نعرفش رايي انا نتصور انه اللي طار الفني معناه كاو خدام الخبره ما يكفي ها انه فما اغلاط معاش لازمها تعاود وهذا هو اللي صار فما اغلاط معاش لازمها تعاود نتاع مثلا ملعبيه بيرفورمون لسبب او لاخر لازم تعيط له وبراتيكمون الملاعب كي مرتبه بين الناس والملاعبيه اللي موجودين في الليسته هذه 99% منهم معناها كومبيتيتيف مع انديتهم ويلعبوا بشكل عادي مع انديتهم والاداء يختلف وكاو اما المبدا مشاو فيه على اساس راهو انا وقتها نتذكر فما فتره قالها حتى المدرب قال راهو الحاجه المؤكده لان راني مانيش باش نظلم عباد والمؤكده اني باش نحاول نجيب الناس بيرفورمو واحد كي مرتضى من الناس مفروض راهو عنده عامين مترسم في المنتخب هذيك حاجه ساعه مؤكده خلينا نبداو نعملوا منهجيه نبداو نحكيو على لي غارديان ونمشيو نقدم هاي بار مشكلة خير شحال نعملوا كونيكسيون موجودة تفضل تو بالله سامحني تو معتز هذا معتز البرجي مرحبا بك خلينا نقراو شوية زاد الكومنتات اونتر تون يقول لك الحدادي استنى قائمة فضيحة بيسالش معناها وضح باش نعرفوا باش نناقشوك طبعا نحكيو على حنا بعض نعطيو حتى معطيات على حنا بعض وكل شيء تفضل تحب نحكي نقطة على ليغارديا الحق فما حاجة اليوم اللي استفادت هو ليغارديا انا عندي سؤال لهنا بون فما صحيح قلت فما اجماع لكن فما ايضا بعض نقاط الاستفهام يطرح انفسها علاش في كاس العالم مشينا باربع حراس واليوم بثلاثه حراس فقط اجابه المدرب كان قال بروتوكول الكوفيد والحق في رايي انا ماهيش مقنع علاش ماهيش مقنع نعرفش انت في 2022 ديسمبر شكون شفتوا معناها في الملاعبيه اللي لعبوا في المنتخبات الكل كون الملاعب اللي تتفاجئ بالكوفيد ما فيه الكوفيد في 2020 في كاس العالم اللي فات لا 2000 لا احكي لك حبيت يكون واضح يقول راه في كاس العالم اللي فات هزلنا جارديان زيت الاسباب الناس كلها تعرف علاش وانا عملنا بعد رجعنا واحنا وعرفت واحنا احنا غلطين في الشوه هذاك مش فسر لك في هو ساعه يقصد حكايه الكوفيد بارابور الكوب دافريك هذيك نتاع الكبرون اللي ديجا لا يحكي على الكوب دافريك فهمك مش فسر لك ريت في كامرون في هذيك الفئه منظر كبير 2021 ديجا فما ماتش كان صدقني ربي ماتش غامبيا لا ماتش بوركينا فاسو ماتش نتاع الكاردو فينال براتيكمون معناها بنك ما عندكش وقت على الجمل مشى موجود كان مانيش غلط هو اللي يستناو فيه اسكو بشي من الاحتياطي معناها تصور وصلنا لدرجه انه ما عندناش حارس بعد في الكوب دي موند هو يقصد انه بعد جات الكوب دي موند والفيفا تعطيهم الفرضيه باش يهزوا حراس باش يهزوا ملاعبيه اكثر دونك غموا خافوا وقولوا لا يجينا لنفس الكام نتاع الكوب دافري معناها البلبولي مشى خاطر دو فاسون لا مش انا رايي هذا تجيب ربي صحافي هذا تيودي مش رايي انا جاب ربي صحافي كبير وقت مش رايي انا هذا انا مدرب قال تحب رايي الحارس الرابع زايد يا نحكي لهنا باش تعرف تعطيني رايك ماهيش تحكي على المدرب انت قلت حاجه غلطه قلت ما نعرفش اش دخل الكوفيد في 2022
هذا فسرت لك. هو راه ما يقصدش كوفيد 20، يقصد تحسبا لوقوع اصابات ولا كذا. وتذكرش 2018 وعلاش اليوم ما تحسبش الاصابات؟ ما عادش فما كوفيد، ما عادش فما ريسك تاع كوفيد. باهي تو بالنسبه للحارس الرابعه تونس كل اتفقت انه زايده وما فماش علاش يمشي بلبولي ولا غيره. ولا تطرح اليوم موضوع موش متفق. انا مع تلاف تستغل بها ملاعبي خير، لكن فما برشا قاعدين يحكيوا معناها اللي يحبوا لعبه خلاص الحق مميش برشا يحكيوا مميش جارديان باهي، لكن ما تشوف شكون اللي جارديان ثلاثه هذوما يخرجوا معناها سواء معز حسن والا بشير بن سعيد والا ايمن دحمان. شوف التلافه الحق عندهم بلاصتهم في المنتخب، والتلافه صعيب انهم تتخلى على واحد منهم في القائمه نتاع المنتخب الحالي، ومميش تو يجي وقته ان شاء الله. وكيف رجع والله رجع ماشي مازال باش تسكر كيفاش نعمل هذا؟ لا شو ما رجعت هذا ولا؟ لا أنا عندي الأنا فادي دي درا دي فيزياء. أنا بخو من عندك. إيه شو نعمل أنت موجودة وأنا لا. بيا خلينا نقرأ شوية تفاعلات. كأس العالم هزر البلبولي ضاء نجم وحسين جنايح وداخلين طرف فلوس للنجم بأحمد فارس مساء النور. أهلا بيك أحمد. تحية لكم الناس الكل. نعرفش عاود لانسي عاود ادخل انت اسلام. نحب نسألك خارج الكيب ناسيونال كان تحب تجاوبني شكون خلينا نحكي على الكيب ناسيونال عاد شوية خير تو مرة أخرى كان تحبوا نعملوا عندي أنا نقصر يا رجع لايف في باج مهدي قص نعاودو يعابش عاود لانسي اللايف في باج بتاع مهدي. عمر رقيق أكثر واحد تظلم في المنتخب حق ما نشوفوش عنده بلاصة. عمر رقيق تحب تقنعني اللي هو أسوأ من مرياح وجلاسي والحديد الثلاثة اللي سميتهم نشوفهم قبله هو في الليستة متاع الكوب دافريك قصي اليفرني هو مكشخ ومش عاجبه مرياح ها؟ حاجات تقيل وانت تشوفه مثلا هذه راح حكاية عادية كي ولات عادية برشا ما في ما هيش على أول جمعية ويسب فيه نورمال. في تونس كل شيء تشوفه. البارح نفرش بن حميدة مثلا سخفت عليه. بن حميدة يلعب كونتر سيس كونتر جمهور زوز. الجمهور اللي هي جمهور متاع جمعيته. يسبوا فيه الراجل معناها فما شكون أريال جوش أتعس منه جالس بيروز وما سبوش. هذا طب بالنسبة اللي سب في مرياح. مرياح مثلا ما عندك شخصية واحد اخر ما فماش الحق نشوف برشا تحامل عليه هو حتى ما فماش قبل كان يلعب في السي اس اس وقال لك خرج البرع عمرك اسمع حد حكي على مرياح في المنتخب مش خاطر اليوم مش يلعب في الترجي الرياضي التونسي معناها اللي يحب جمعيات اخرين واللي ما يحبش الترجي الرياضي التونسي واللي يحكي على مرياح معناها نشوفه حتى في حتى كي تفرج فيه مع الترجي في البطوله تحس اللاعب معناها النيفو نتاعو ما نعرفش في رايي انا نحسه حتى اقوى من اللاعبين نتاع المنتخب تحسه يلعب مرتاح في التيران من اللاعبين نتاع الشامبيون سمحت تحسه يلعب مرتاح فوق التيران نعرفش اذا كان مش مرياح بلاش شكون تشوف اساسي في المنتخب يعني ظهر لي عملنا معناتها حاجات في المنتخب ما يتمسوش كما مرياح والطالب اليوم كونيكسيون تاخذ تعطي يعني على ريزو لا مريت اللي عندي باهي معناها وصلنا للدفاع نحكيو على الدفاع لا دقيقة خلينا مش كمل على لي جارديان لا معناها باش نعطي من لي جارديان للديفونس وكل شيء فما حاجة تو قاعدة تقال عندنا كل فاسون اللي نحاسبوا المدرب وكأنه معناها إذا كان ما عيطش لك الملاعب هذاك راه مدرب به ما يفهمش كورة ما فما حتى حد كما قال قبيل سلام فما حتى حد يمتلك الحقيقة وراو تصور انتوما فرضا مانيش ما يعجب جلال القادر ايش نعملوا جلال القادر نقتلوه مثلا راو قناعات الكوره معناها مش بالضروره معناتها تكون انت بيرفورمون في جمعيتك بلاي سامحني معز بن شريفيه في السنين الاخر من افضل الحراس في تونس ولا لا ما لعبش برشا في الموسم وفما مرات ما بات لفتو قناعات مدرب وما صارش بوليميك بالدرجه هذه تعرف عليه خاطر بن شريفيه في الترجي نبروا عليه
المشكله راه العقليه هذه نتاع جماهير الانديه هي اداره المنتخب، حكيت عليها برشا مرات. فما ملاعبيه، فما ملاعبيه محميين من طرف الجمهور، فما ملاعبيه سبحان الله مهما يعمل، مثلا بن شرفيه يستروا تشامبيونز ليغ في تونس بيدافع على حد فوالا. دونك هذايا الملخص انه فما تشجيعات من طرف الانديه للجماهير معناها نتاع الانديه للملاعبيه معينين. تو بوليميك على مميش، بوليميك نفسها ما صارتش على معز، معز وصل لدرجات اكبر من مميش خاطر مميش مازال صغير. معناها راهو المنطق هذايا نتاع باهي سامحني، منطق جمعيتنا حيوجم باهي باش تجيب مميش تو مش تحطه. تو شنو هو الفو بروبليم هذا كل عام نعملوه على الحارس الثالث الحارس الرابع؟ كي نحشم انا كصحافي نقول وين مميش نحشم انا والله نقعد باهي في اللي يحكي على دحمان. معلم السيد يلعب كل جمعه ضد كريستيانو ضد كريم بنزيما، تقول لي اوكي كيبتو قاعد تقبل في برشا اهداف، لكن ظهر لي كرة القدم لعبة جماعية، معناها فما معاه ديفونس، معاه لاعبين اخرين، معاه ايكيبات اخرين اقوى منه يلعب معاه، معناتها مش قبل 9 بونت ولا 8 بونت ولا 7 بونت، معناها دحمان هو اللي تسبب فيهم. معناتها البارح كان دحمان جولول في تونس، اليوم ولا سيء، معناتها بطولة السعودية اليوم راهي كانت بطولات كبيرة معناتها في العالم. معناتها إذا كان عندنا جارديان يلعب في ما عادش نقول بطولة خامسة توا في العالمية، ما عادش كيفاش تحب تتصنف على السادسة، إذا كان عندنا جارديان يعني في المستوى هذا تنجمش ما تعيطلوش، وخاصة كان جارديان معناها الأول نتاع المنتخب ما شفناش أخطاء كبيرة كي كان يلعب مع المنتخب، معناها بالعكس شفنا مستوى محترم جدا وما فماش علاش يتعب. شوف أنا معناها كلامك صحيح أوزر، فما سيف الرحوي كل مسكين المدرب ومن بكري في لي راديو مخ كيقف كيفاش يحكي وكان حاجات نيجاتيف لا في هذه انا تو في هذه الفاز هذه قبل ننتقدوه على صرافي موجود ويستحق، ننتقدوه على الناس موجود ويستحق، انتقدوه على المجبري وقت اللي عايط المجبري مش كومبيتيتيف. اليوم يسبوا فيه على المجبري وقت اللي المجبري ما عايطولوش، حتى نرجعوا للموضوع على خاطر هو ديجا ماهوش كومبيتيتيف. معناها شوف الفوضى وبرشا زملاء قاعدين يشعلوا في النار وجماهير انديه ما غادي تشعل في النار، واكثر بلد في العالم تصير عليه بوليميك في القائمات. انا حاجه برك ما لازموش يغلط فيها المدرب ودي نحملوا فيها المسؤوليه انه لازم يحسن توظيف اللاعبين. القائمه هذه ما فماش خير منها، شكون نعطيني شكون رونالدو والميسي ولا زيدان هذا مش موجود في القائمه. قلت لك انا معناها لا نحكي على السبان هذا اللي قاعد يصير، سي بون مرحله تجاوزناها. اسمع باش نكونوا متفاهمين، السبان راه الناس الكل ضد، وانا من الناس قلت لك معناتها عجبتني الليستا، لكن الحق ما يسمعك برشا يعني ما تنجمش تقمع حق العباد باش تحكي. معناها اي ليستا في العالم راه تحكي عليها بون في نطاق معقول، معناها ما غير سبان ما غير تجريح ما غير كلام زايد ما غير شتم عليه. اما من حق كل حد اللي يقول لك نحب نشوف الزعلوني من حقه، يقول لك نحب نشوف الزعلوني، يقول لك نحب نشوف مميش من حقه يحب يشوف مميش، لكن تبقى اختيارات معناها لهنا، معناها ما دام يعطي في رايه في كنف الاحترام ما تنجمش تقمع حق العباد. العقليه قاعده كيكة في تونس، كل ريت تجيب لهم الملاعبيه اللي ديجا هما بيرفورمون في جمعياتهم، يطلعوا لك بملاعبيه اخرين نص داس اللي هما مازالوا من با كونفيرمو في جمعياتهم، تجيب لهم هذوكم يطلعوا لك الدرجه الثالثه. كل ليست راه تعمل هكا في العالم الكل، انا نتبع حتى في المواقع الكل معناها والله اللي بمخه ما تعطينيش الجمهور متعصب نتاع الانديه، جيب لي اللي بمخه يفهم في الكوره هذاك اخويا انا نحاسبه. ما كنتش قلت انت قبيله، قلت قائمه فيها نوع من الاجماع، نوع من الاجماع بنسبه كبيره. طيب قبيلك فما شكون سالني على فرجاني ساسي، والحق انا يعجبني فرجاني ساسي، ونشوفه حتى ينجم يكون في الليستة هذه قبل مثلا الحاج محمود ولا قبل حسام تقاع، لكن انه حط حسام تقاع ولا حاج محمود معناها نقولوا على خاطرها الليستة خايبه، ينجم فرجاني كان يكون قبلهم، لكن حتى ما كانش قبلهم أنا ماهيش حاجة كاتاستروف. معناها نتصور اليوم الخامس ولا السادس معناتها في الليستة هذي ماهيش حاجة كبيرة، لو أنه فرجاني خذا الشونس نتاعو في الماتش اللي فات وما كانش في التوب نيفو نتاعو، نتصور ضيع فرصته في الستاج اللي فات. فرجاني تنجم تكون مرحلة وفات مع المنتخب سيرتو تو، وكما قلت أنت تذكر فرجت أنا وياك في ماتش ملاوي وديجا عملنا الملاحظة أن الخنيسي رغم الناس تسب فيه ورا بعض المؤشرات، وراه فرجاني نفسه في الماتش هذاك ما كانش سيء، معناه أسوأ من السيئين، ليكيب كاملة خايبة، ليكيب كاملة نهارتها كانت خايبة. شوف توا باش ما نبداوش نخوضوا. بالله قبل ما تعرف كلمة على فرجاني. نعم. أنا ما نمنش مرحلة وفاة. لا في الفرجاني نحكي. أي حتى في الفرجاني ما نمنش مرحلة وفاة. مش هو وفاة. إذا كان يرجع غدوة بيرفورمون فرجاني يستحق يكون في المنتخب حتى عمره 35 عام. معيش موجود. أنا ما فماش عبد في تونس. حكى في الصحافة بالحاجة الباهية على فرجاني قديا، أما مش نسلك حاجة يعني باهي
يقعد فرجاني عمره فوق 30 سنة هكا ولا لا؟ الاخرين شنو نعملوا له؟ ما احنا سامي شوشان هذا طالع جديد ويمكن يترشق لك الدربالي بعد، يمكن وسام عبيد يطلع يمشي يحترف في البرة، عندك ملاعبية البرة كما الحاج محمود ينجم سبحان الله ينجم توا يلقى فرصته ويطلع. لازم يكونوا خير من فرجاني باش يكونوا حتى عمره 35. انا لما راهو بالبيرفورمانس سواء عمره 40 والا عمره 15 خير من 40 تعيط ل 15 40 خير من 15 تعيط له. ما انا بالمنطقه هذه لازم مش يكون حاضر بالمنطقه تاعك. علاش؟ بالمنطقة نتاعك هاكا بيرفورمون هاكا بيرفورمون نشوف الاخرين حاضرين خير. لا فما ولا فما لوجيك معناها المدرب مثلا يشوف انه توا الخميسي ما ينجمش الفرجاني ما ينجمش يعطيها اكثر في الوسط. يعني انا خيرت نكون النجم ونتجري وكيلكو جون معناها في المنتخب شوي بشوي، اما الفلسفه نتاع الاطار الفني واضحه انه زاد يقول لك نمشي بالعناصر اللي هي معناتها مرتاحه توا في الفريق الناسيونال. تنجم تعطيني سور انت غدوه كي تهبط الخميسي تهبط العيدوني والسخيري ولا بالرمضان يبدا بيرفورمون ولا حمزه رفيعه في النص متاكد 100% باش يعطيك لو بلوس. فرجاني ديجا مسكين من يمس كوره في ساقيه حط كوره في ساقيه تونس الكل باش تسب. انا قلت لك انا فما منطق جماعيات انا فرجاني يعجبني راه. اما قلت لك المرحله وفات حتى بالنسبه لي هو ينجم يكون قلت لك انا المرحله انتهت حتى بالنسبه لفرجاني فما ينجم يكون فما بلوكاج واحد مونتال وكل ما عادش تنجم يعطيك راه. تسامحني انا فما انا توا يحكيو على استراليا خسرنا الفرجاني تتعاود تتفرج في الماتش 5000 مره ما تفهمش كيفاش خسرنا الفرجاني شادين الكره اللي جات الفوق انا حاجه برك نلومه فيها البينالتي نتاع السنغال سينو اليوم انا نرى انه وقت بطريقه هذيك فوالا صحيح كان بدل راهو سالو ضيعها على بالها انا باش نمشي فوالا صحيح انا باش نمشي لك في الاطار الاخر تصور كان سجلها راهو فرجاني يمكن بطل قومي بطبيعه يقول انا هزيناها كنت في الكريم ونربحوا تزاير فيها فما حاجين زي ما يتقبلوش هاو شعر وهاو لايف شعر وهاو كل مرة يبدل في الشعر يشني في شعر وين عطني فاش يعطي فيها فوق التنانة معنا هذا هو اللي انا نحارب فيه على نحارب فيه على جلال ما هو نحارب فيه هنا على جلال وعلى ملعبية الاخرين اللي مش معقول نجي ونتمالكوا على خلقة ربي ونجدوا اعراض الناس وناس عندها عائلات وناس انا ما نخاطبش الجهل هذوكم اللي يجي يسبك ويتعدى وفي باله دنيا مسيبه هذوكم ما نخاطبهمش انا عجبني الناس اللي تناقش فنيا معناتها انا مثلا اليوم سالته سؤال كان فقط شبيه يعني كيف عجبك السؤال برشا على الطيف والعشوائي زوزين ساعات وكل شيء اما كيفاش المدرب باش يوظفه خاطر المدرب ما نجمش ما يستغلش زوز ملاعبيه من الحجم هذا فريمون كان ما احسنش توظيفهم فانو باش تعدى وكوتي انا تصور ال 11 نتاع ليكيب ناسيونال حط العشوري وحط الطيف واعمل 11 فهمت هكاك معناها توا وقيد مثلا وقت يوسف باش يرتاح يوسف فالور سور ومن ابرز ملاعبيه في تاريخ تونس وقت اللي يوسف لازم يرتاح مع هذوما يرتاح انا كي يجيوني جنون كيما هذوما زوز بوقت الكوره هذا تشوفوا الطيف تتاكد منه سيف على الطيف وداير راك تشوفوا فيه مسكون وحكينا على عاشور قبل كان فكر انا وياك وزوز طلعوا بيرفورمون ما شاء الله عليهم ما نقبلش انه زوز ملعبي هذوما يكونوا خارج القائمه خارج التشكيل الاساسي ممكن الزوز يحبوا يلعبوا زوز على الهاوس انا اليوم قال لي نجموا يلعبوا يمين ويسار ونجم نبدل وكل شيء اما يفضل يكونوا على اليسار يكونوا هما يا خويا يكونوا في الحديد ان شاء الله الطيف يكون على اليمين يكون خير معناها الطيف بيرفورمون برشا ملاعبي افيكاس على الاخر وقيد توا نتعداو لمرحله اخرى في الكوب دافريكا هذه روينا ضد راهو والله انت مستقبل ونقول لك انا شكون حبيت فيها القائمه هذه ولا بالحق ديجا سالته عليهم اليوم انا حبيت يكونوا موجودين شيرني وسامي شوشان وشكون ونس حاج محمد بلاصه شكون بلاصه اللي تحب انت سميلك بلا سامي اي بعطني بلا سامي اي بلا سامي عادي باش تقول ثلاثه لازم تحط اخر شكون ثلاثه عادي شيرني شكون تخرج شيرني الخرج وسام الحديد سام الحديد اكسيال لا لا مش اكسيال ما انا ما راهش اليوم عيط له هو كسير باهي سامحني عيط له هو استنى في قائمه استنى ما يجي لوجيك بالكل لحظه تبعني موك باش تهز هاك هز ثلاثه ريال دروا شكون ايام فاليري كشريده دراجر طلع باه ريت انا وسام الحدادي مو اكسيال جوش ولا علي العادي كان بيرفورمون على الاخر بعد وي في ماتش مصر لعب هو شاب صلاح معناها ما تحركش معاه وبعد لعب في بوست واحد اخر كان خايف على تونس الكل ديبا شدوا فيه هو تونس الكل علاش بدل في البوست نتاعو لا بوست نتاعو غير جوش هو وقت نستحقوا قصدي اكسيار نحكيو على اكسيار لا يا اخي الحديدي فاش باش تستحقوا انت تستحقوا ديفونس 3 ولا
بيه بيه مش مشكل في الحدادي، نحكي لك انا رو... انا من رايي تحت الحدادي، مش معناتها لازم تحت الحدادي. هلا مين شاري عند جري في الجروب، نخليه في الجروب، ندخله في الجروب، هو اللي باش يصاحبني غدوه. وهو نسيت حاجه اخرى، انا سامي شوشان كي نحطه في وسط الميدان، النجم النجم ناحي حسام تقاول، النجم ناحي حاج محمود، مش مشكل راه بورتو. انا راني حسام تقاط راجع تراجع الفتره الاخيره، انا غدت طلعت اللاعب ما تلعبش ما يلعبش. لا لا معيط له باش يدخل في الجروب، ونذكرك في لومير كيفاش كان عامل السياسه هذه، وحنا بعد عيطنا له بعد ما يلعبش، حتى الاخرين تش تعيط لهم ما يلعبوش. مش معايا مانيش معاك، ما مش عجبتك الاستاد. لا نحكي لك انا في النجم نمشي في استراتيجيه نطعم الفريق بشوية شبان. الليستة هذه 27 18 الوالة 11 و7 بناكة ممتازين جدا. اش تختلفوا في كل 4 5 الاخرين؟ انا ما نوافقكش الحق، نشوف كومبيتيسيون بحجم كاس افريقيا هز للاعب، ما تقدر حد هز كان حاضر. قداش في البنك عندك؟ قداش في البنك باش تحط من واحد انت؟ البنك 7 8 7 8 قولوا 10 رمون 19 ورمون بيطلعوا 4 مع اللي فوق. يعطيك الصح كل 4 اللي باش يطلعوا سطح بلوط الكوره هذوكم انا اللي حاجتي بيهم توا، خاطر ديجا انا سامحني ما تسماش بلان حاجه قاله هنا وتحج محمود مش تحط في المدارس. اي يقول لك انا داخل حم قايد في عندي كوب دافريك تقاوب والحاج محمود يلعب ولا يلعب. لا وانا الرابقه اكثر يتنح. باهي انا نحكي على الرابقه. تعرف علاه؟ خاطر ديجا الايامات اللي فاتوا في الاسبيرونس طاح. معناها يمكن الفيزيكمون طايح في الباليريتي ما عجب ما نعرفش سانكرونيزي ما عادش تقالي. شفنا البريود الاولى مراهش اسي بيرفورمو باش يكون في ليك بيرسونال، دونك باش يكون واضح جدا انه ساعات ينجم يخسر بلاصته ويكون حتى ماهوش في الاحتياط. دونك انا لهنا خويا ننتيغري كيلكو جو ندخل ولاد صغار نشوفهم. فهمت؟ ما نقاسمكش نفس الوقت. انا قلت لك انا نحب الحاضر توا خويا، تظل في استاجيت عادي تنتيغري اوكي. بالنسبه للقائمه هذه، بالنسبه لي انا القائمه هذه ممتازه. ندافع على الليست وين تقعد فيها. فهمني لا القائمة هذه راهي ممتازة. 22 فيها معاك 100% الأربعة الأخرين أوبسيونات. الأربعة اللي باش يقعدوا في المدارج نخير أنه يكونوا قاعدين يدخلوا تدريجيا في المنتخب. نقول لك حاجة اللي سامي شوشان ناقص أوه لا أنا سمنت بالرسمي استعدادات بدنية فزت بها. إيش دخلها في الموضوع؟ إيه شوية ديزاكوتي. اسمعني شفتوا سامي شوشان؟ سامي شوشان تو ما يلعبش ما ما يلعبش خير من برشا ملاعبيه في الوسط ملاعب وتكمل عليه ويعمل يلعب ونمم بيه ديجا باش يوصل لبعيد. لكن شويه مادام مش يلعب تو حنا بار حتى ما جاش كومين في مانشستر ما عاد ماهوش في وداخل في برايتون برايتون باهي متفاهمين اما في ليكيب الثانيه كان تو طلع ليكيب الاولى معناها فهمت حنا بعد كعيطنا له كان يتعامل مع ليكيب الاولى معناها انت ما لا ما تدخلنيش في حنا بعد لان حنا بعد الحكايه لا كمليك قلت يا حنا بعد عيطنا له معناها لا انا حنا بعد نحب برشا نحكي لك نفس البرانسيب كنا نجموا اما هاني قلت لك انا قبيل اللي طار الفني مشى بالمنطقه نتاعك انت نتاع البيرفورمون اللي يلعب في جمعيته عيطنا له انا كي راه فما بعض الاسامي حبيتهم انه نشوفها محاباه تعيط للاعب ما يلعبش على حساب اللاعب يلعبش انا حط روحي بلاصتي اللاعب اللي يلعب هذاك خويك ما عرفتش شنو نحس انا معك. وحتى اسرار في نجم مختلفوا شويه انا اي عادي حتى ادائه في الفتره الاخرى طاح صحيح صحيح معناها فما دي ودي با ما يطلع ما يطلع ماهوش ماهوش ستابل صحيح انت في اللايف الاول قلت حاجه عجبتني برشا ولاعبي تعرف اللي نحبه حمدي العبيد حمدي العبيد الله يهديه سعيد السيبي مثلا خاطر تاكيدا لكلامك اللي جلال مشى بنفس الكلام اللي تحكي فيه انت نتاع تلعب في جمعيتك نعيط لك ما تلعبش ما نعيط لكش باهي شنو ربحنا انا تو على شنو ربحنا وعلى اليسار وعلى اليمين معبي اللي معبي لي بوست هذاك عندنا نقص في قلب الهجوم اذا انت حمد العبيد اللي يلعب فيه في الكلوب على جناب ما حاجتيش بيه في ديك معبي غالي لي بوست نتاعو عندي العاشوري عندي فلان وعندي فلان وعندي فلان وعندي المساكن لعبوا في قلب الهجوم انت وراهم مشي الجمعيات في العالم الكل تجمع لعبيتهم باش يمشيو للمنتخب الا في الكلوب الحاجه هذه ما فهمتهاش كيفاش انت عندك ملاعب مؤهل باش تبيعو ملاعب عندك باش دخل لك برشا فلوس وباش يمشي للمنتخب تجي تخليه احتياطي في الوقت اللي كان العملاوي مكسر الدنيا الحاجه هذه ما فهمتهاش باه يعطيو لي شويه كومونتيريات يقولوا لي اقرا شويه الكومونتيريات لي السعد هو مش حاب يجي راهو لي السعد عمل ديكلاراسيون في جريده بيلد في المانيا قال وقت بوندسليغا 2 شو يعمل مثلا المدرب يمشي كركرو بالسيف
ايش باش يعمل؟ فما ناس اليوم في الاذاعات نسمع فيهم من بعد تفرجوا عليهم ما يعرفوش بمساق يلعب ويسبوا في جلال عليه هو. انا ذا النقد اللي ما نحبوش، انا نقد كوره، انا عندي اختلافات. فما ثلاثه اربعه ملاعبين حبيتهم يكونوا في القائمه نتاع المنتخب، مش يلعبوا اساسيين في القائمه، خاطر غدوه مش باش يكمل لي الحدادي والفرجاني والسليتي والخنيسي. نحب نطلع نشوف الحاج محمد بدا يدخل بشويه بشويه ذات كونتا بارما، نحب نشوف الشيرني، نحب نشوف فلان، نحب نشوف هذيك شو شانو غير. وانا مخي هكا كل اوبسيون راه مش معناها راهي قائمه ممتازه بالنسبه لي، راهي قائمه ممتازه. انا صعب وحنا بعض ما في زود نحكي عليهم مع بعض. انا في رايي انه اللي صار اليوم خلينا نقول راه فضيحه، علاه؟ انه زوز من لاعبيه يرفضوا يجيو للمنتخب في رايي انا فضيحه. تقول لي شو فضيحه؟ امورهم هم يتحملوا مسؤوليه. فضيحه بالنسبه للاعبيه. انا كاداره هنا وكمدرب بس ساعه مش كيف كيف مش باهي فاهم. الياس سعد، الياس سعد وحنبال مش كيف كيف باهي شنو كمان لي طبعا فاهم باهي فاهم. واحد عنده عروض مع شنو داخل عنده كذا كذا. خويا انا المنتخب راهو اهم عندي من جمعيتكم من مستقبلكم من الناس الكل. انت كملاعبي تحط المنتخب راهو شرف ليك باش تكون في المنتخب التونسي، وبرشا ملاعبيه جات للمنتخب التونسي ودرس المنتخب التونسي عملت مسيره كبيره في 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 في, في, في فرقها وفي جمعيات اخرى. انت اليوم كجامعه ونشوفه كمدرب وطني لازم تضرب معناتها بالقوي على ملاعبيه هذوما لازم يتعاقبوا وكلزم حتى ياخذوا فيهم عقوبات كبيره. ملاعبي معناتها ما يحبش يجي ويخرج يجي للمنتخب، هذا نشوفه اجرام في حق المنتخب. خلينا نقول انت اليوم كي قال لك اليوم حدا ما نحبش نجي تخليه ما يجيش، كي قال لك الياس صعب ما نحبش نجي ما نجيش، تحل باب الناس الاخرين انت بالطريقه هذه. غدوه يجيك السخيري، غدوه يجيك العيدوني، ما عندك حق ما عادش تجيب. خاطر المدرب حط هو في حط روحه في وجه الانتقادات ومنع حنا بعض اللي ما حبش يجي. هو قال كلمه، هو قال كلمه جلال في الكونفرنس صباح، قال كلمه قال شو نعمل له مثلا انه لاعب قال لي راني انت مانيش مستعد. ما تصير في العالم يعني شنو صارت هذه في العالم؟ قبيله نحكي قبيله نسمع في دوك صدر كعبيش يحكي على ملاعبي شكون فما من البرتغال في ميلان بار لياو متى بنفيكا قال حكى عليه سما نسيت الاسم يقول راه قال المدرب نتاعو ما تعيطليش راني مركز انا تو مع جمعيتي. راهي تصير راهي في العالم راهي تصير انا ما نقبلهاش في كلكو سيتياسيون راهي تصير. بالنسبه لحنا بعض بالنسبه لي السعد يبدو انه اللاعب معناها اغضب كثيرا الاطار الفني والمسؤولين واللي تحب انت بس انا بالرفض نتاع الجمعه اللي نتاع الشهر اللي فات. خاطر كي انت كونفوكي تقول لاعب ما نجيش وتزيد تعمل انا سامحني بالديكلاراسيون هذيك ما نعيطلكش. سامحني علاش تلوم انت في الراجل بالديكلاراسيون قال راني ما نحبش نجي بصريح العباره قال مش وقت منتخب تو هو موجود التصريح ملاعبي على الاخر هو على فكره وماذا بيا انا شخص كان جا موجود اما مش ندوروا نسبوا في الناس خاطر هو ما حبش يجي والراجل فمه تكلم معنا قال لي علاش ما نلعبوش انا حنا بعض باش نعطيك فلسفتي وبلاي افهمني باش نعطيك في دقيقه هاي سيدي انت كل يوم عندك مانشستر مش كل يوم ويمكن يكون هذا اخر لاعب تونسي تو في العشريه هذه يلعب في مانشستر في جنيراسيون هذه ما الا العاشوري انا متفائل باش يمشي لبعيد حتى فوق مانشستر. انت المدرب انا جيت قلت لك بالله يا سلام راني اموري مش واضحه في جامعتي وانت تعرف الفالور سور بالرسمي النجم ما نعطيكش مليح تو في الانترناسيونال. انت حنا بعد يلعب اساسي غدوه في الانترناسيونال ما ينجمش يلعب اساسي هكا ولا بالمنطق هذاك ونقول لك انا راني عندي داير فابريزيو رومانو اليوم اكد معناها راهو ثلاثه جمعيات كبيره في اوروبا باساميها مش عمالقه باساميها خو سي في وفريبورغ واولمبيك ليون. جيت نقول لك يا سيدي المدرب عندك زوج حلول ما نجي انا راني اوكي تو نجي نعرفك ميم سي موكش راه مش باش تلعبني اما راهو ثلاثه جمعيات واكثر باش يحبوا عليا تو ومعناها وكي نمشي انا نستغل الفرصه ونمشي واحده منهم ونفض اموري مع مانشستر نستغل الفرصه هذه صحيح تخسرني في بنك الاحتياط اما تربحني في المستقبل. تخسرني في بنك الاحتياط حنا باش تخسروك كبنك اما باش تربحني واش عندك حاجه تو شو وقف لك بوخك خاطر حتى حد ما فقلها. تعرفش اللي انت حنا بعد كيف يجي حنا بعد للكيب ناسيونال كان جاي يخمم فريمون في روحه اكثر يخمم في روحه اكثر يجي ليكيب ناسيونال ويفرض روحه ما يقولوا حنا بعد هو يفرض على المنتخب وياخذ في فلوس ويلعبوا فيه بالسيف. كان جاء منتخب خامج بالدرجه اللي حكيوا عليها تمام راهو ديما ندافع على عرض الناس قبل الكوره. هاك شوف الكوره عندي اختلافات مع جلال معناها قلت لك انا ماذا بيا فما لعبيه راهو مشي ريت انا عندي طلعت نبار اكثر من تونس كل اليوم اما فما حاجات كان جا حنا بعد
يستغل في نفوذه، والله أعلم شنو النفوذ اللي حكيوا عليه في المنتخب كما حكيوا عليه، يتفرض في التشكيلة الأساسية بلا تبعها هذه باش نكمل، يتفرض في التشكيلة الأساسية ويخدموا الكوب دافريك ولا ما يخدموش، تخدموا على الاخر وتجم تطلع له بوتو وتجيب له جمعيات اكثر من فرايبورغ وسيفي ولوين. وعلاش ما تجيش تحارب على بلاستيك؟ هو مقتنع انه لن يضيف شيئا في الوقت الحالي. هو عنده ثقه في روحه. شو هو اختيار وبلغه اوضح، لو حنا الكره قلنا لكم سديد النظر. اخويا بالك ما ادراك انه من بعد تتغير حاجات في ديسيزيون بالنسبه لحنا ما تعرفش. ولو انه الجماهير هذوما تو كل ميركات نسمع حتى فابريزيو رومانو بيلو هبط عليه في الميركات نتاع الصيف وبعد قعد دار دار وقعد في مانشستر. عطاك قال لك راه حتى قبل في الميركات وهذا ولا تعاود. قال بروسيا دورتموند قبل لا ربطها بكوبي افريكو تو. لا بالعكس ما قالش فما بروسيا، قال ما فماش بروسيا. قبل قال بروسيا دورتموند. لا لا هو قال في الاخر قال راه ما فماش، من بعد رجع قال برمي لي كونتاكت اللي جاوه فما بروسيا. الاول قال انا في موقفي منتخب راهي حاجه مقدسه، انك توفر دعوه نتاع منتخب كانك معناتها بون ما تقارنش فيا، اما كاين فهمتك فهمتك، اما كاين جندي انت رفضت المنتخب راهو كوب دافريك، ما تعرفش شو تسمى كوب دافريك التوانسه معناها ولا معناها راهي حاجه معناها التوانسه الكل يحلم باش يوصل. تشوف ايش الجوليه يحس روحه ماهوش حاضر، ما كاينش هناني. وعلاش ماكش حاضر؟ ماهوش حاضر، ماهوش قاعد يلعب ولا انه مش يعطيك توسع. في بلاصته نكون موتيفي ونحب نولي هو ماهوش هو في اسوأ حالاته تو النفسيه مهمش. الراجل يجاري في رغبه المنتخب في كوب دافريك. يجاري في كونتراتوه اليوفا 2024 مع مانشستر. يجاري استناني في العمر 20 سنة. تي محترف شنو يا اخي، احنا مستنسين بواحد في مانشستر يجاري في هذوما كل في 20 سنة. هذه هي البريود، هذه حساسة جدا حنا بعد. وين الراه اللي صار عادي على الاخر باش نربحوا؟ نعطيك اكزامبل صار دير مو كيف كيف وما فات بيه حتى حد. في بالك الياس العاشوري كيف جاء الستاج اللي فات بعد استاج هذاك مش يلعب في كوبنهاغن. كنت باش نقول لك انا نفس الوجه الصيف الياس السخيري ما حبش يجي، ما نامو حتى حد ماتش ميكال ولا مشيش الغادي. عندي كونترات في بوسي فيه. لاحظ امشي معايا في الفازه اك باش تقتنع، متاكد لي مش نقنعك والله. اذا كانوا مبارتاجي في برشا كوره بك القصه طاح هذاك علاش ديجا اعطيهم الصحه طبعا نزيدو نبارتاجيو. الياس العاشوري تفاهم مع المدرب وتفاهم مع الطبيب، يقول لهم راني عندي فتيق وقتها ما عندكش فكره راني تعب على الاخر. ينجم يلعب يدهك على روحه. استناني لحظه انت ربحتهم بلاش بيه ولا لا؟ وينجم يتضرب وتنجم تزيد التعب وتنجم تزيد تضره فيزيكمون انت ولا لا كي تلعبه. دونك اللي تعرف اني كان متفاهم جاو شافوه لقاو برسمي فما فتيق فما تعب كذا. كي رجع لكوبنهاغن عمل هكا خويا يا مهدي ميسي. اسمعني لحظه، الكور طلع كملت باش تفهم اللي بيه الفائده. مش هذا اللي بيه الفائده، انا كي نعمل دي ساكريفيس ونتنازل على حقي كمنتخب تصلح لي انت بعد في جمعيتك. هاك جيت مترشح من كوبنهاغن، يمكن كان لعب في ملاوي الماتش هذاك اللي الملعبيه كلها ذهبت بتاكل نتاع ملاوي، يمكن راهو فاهم الياس العاشوري وراهو مش نحكيو على شامبيونز ليج ومش نحكيو على كوبنهاغن تو. فما تضحيات لازم يقوم بها اللاعب مع المنتخب ولا العكس بالعكس لمصلحه المنتخب مستقبلا. الله غالب حنا بعد خاطرك انت في قاره متخلفه لهنا، قاره متخلفه على مستوى القوانين سي اسلام. سينو كان جات الجورنيت فيفا كاف جورنيت فيفا راهو ما كانت تضحيات مع الملاعبيه نتاعنا نربحوا في المستقبل. انا كيما في الكوب دي موند تو فما قبيله شكون قال لي ونكمل هذاك، قال لي راهو في الكوب دي موند علاش جات؟ راه خاطر الكوب دي موند جا الكوب دي موند خاطر عادي لازم يجي، خاطر الدنيا كل واقفه تو. اوروبا تلعب لافريك حابسه ولد 20 سنه في مانشستر، هذاك الكسيب اخويا تو. هذه ديسيزيف على الاخر بريود، هذه استحقنا هاو باش نشوفوهم بعد احنا نستحقوا ولا لا؟ هاو استحقنا احنا استجبنا له، علاش نصعبوا فيها؟ تفضل. جبت لي مثال العاشوري، ما نشوفش يستقيم المثال خاطر ماتش ملاوي وساوتومي ماهوش كوب دافريك. عادي تنجم تعمل تضحيات ضد منتخبات تحب ولا تكره اقل منها في النيفو، لكن اليوم فما ايشيونس اسمها كوب دافريك. اش لعبوا حنا بعد؟ يجيو يحارب على بلاصته. اليوم حنا بعد الرابع راه اذا كان الرابع ما يحاربش على بلاصته معناتها في الوسط هو نمره 4 على 5 كان هكا ولا اذا كان هو ما يحاربش على بلاصته ويتفق لا الكل موجود. انيس بن سليمان هاكا انيس بن سليمان موجود، يعني شو ما يحاربش على بلاصته. وقلت لي بحق فاست اللي قلتها كوب دي مون اوكي مش متفاهمين في الوقت اللي تقف فيه كوب اللي كيبات الكل في الكوب دي مون، لكن تصور هذه جات كوب دافريك معناتها كوب دي مون مش كوب دافريك. سي معتز معايا، هاكا معتز معايا قال لك مش كل يوم عندك واحد في التوب 6
ما عارش شنو التوبسيس بالضبط، اما في البطولات الكبيره ولا ما عارش ولا في الانديه الكبيره. انا مشكلتي لهنا انك كاينك باش تحل الباب للملاعب وين باش معناها احنا ما نجيش اللي يحب يجي يجي وما يحبش ما يحبش. صحيح هذايا ما لازمش ندلوهم الملاعبيه باش اللي يوجعوا راسه ما نحبش نجي باه معاك. ما احنا انا جوست راه في الكام تاعنا بعد راه نجموا الايامات هذه الشهور هذه يكونوا ديسيزيف على الاخر في كاريرو. اي سيدي غدوه يجي وما يلعبش كنتو باش تزيد تطيح، كنتو باش تزيد تطيح. فهمتني اللي قلتها كوب دي مون با اوكي مش متفاهمين في الوقت اللي تقف فيه كوب اللي كيبات الكل في الكوب دي مون، لكن تصور هذه جات كوب دافري معناتها كوب دي مون مش كوب دافري. اه سي معتز معايا هاكا معتز معايا قالك مش كل يوم عندك واحد في التوب 6 ما عارفش شنو التوب 6 بالضبط، اما في البطولات الكبيره ولا ما عارفش ولا في الانديه الكبيره. انا مشكلتي لهنا انك كاينك باش تحل الباب للملاعبين وين باش معناها ما نجيش اللي يحب يجي يجي وما يحبش ما يحبش. صحيح هذايا ما لازمش ندلوهم الملاعبيه باش اللي يوجعوا راسه ما نحبش نجي باه معاك. ما احنا انا جوست راه في الكام تاعنا بعد راه نجموا الايامات هذه الشهور هذه يكونوا ديسيزيف على الاخر في كاريرو. اي سيدي غدوه يجي وما يلعبش كنتو باش تزيد تطيح، كنتو باش تزيد تطيح. فهمتني انه هذاك ولدنا والبرودوي نتاعنا والايماج نتاعنا والايدونتيتي نتاع ليكيب ناسيونال في هذاك. هذاك اخويا احنا خسرناه في الكوب دافريك قدر الله ما شاء فعل. الوليد يحب تونس احسبوا بضرب اخويا، الوليد يحب تونس على الاخر، الوليد اختارنا من دون الناس الكل. والكلام هذا نعرف باش نسب عليه يعني. الوليد اختارنا من دون الناس الكل، فما ملاعبيه اخرين ما يجيش. صحيح انا بعد ما كنتش تاخذوا فرنسا في الوقت هذاك، اما فما ملاعبيه يطمع ما يجيش لتونس يقعد يستنى حياته الكل كيما برشا. وداير خو سامي خضيره راني ملاعب ممتاز راه طلب تونس لا والمانيا يبيع تونس لا برا في المانيا ما يسالش ما لعبش. وتعرف المشكل قعدوا يستناو. تعرف المشكل وين؟ المشكل اني حنا بعد في الصيف عملوا لهم رغم مو في الصيف يعطيك الصحة يعطيك الصحة رغم مو في الصيف يمشي يخرج بالضبط كيما احنا لعبنا صحيح نربح الوقت سيرتو تعرف فما كوب دافريك فما كوب دافريك ووقتها خايب ياس. اما انا نحكي لك لازمني انا نكون معناها مثالش هاني قلت لك الى حد الان لا كلامي صحيح لا كلامك صحيح زوز وجهات نظر محترمه جدا. تعرف وقتاش الكلام نشوف شكون صحيح وقت اللي بار اكزومبل لا قدر الله لا سمح الله حنا بعد في مارس وفي جوان في كذا يقول لك لا زاد كيف يعمل كل مره يطلع لك طلعه وقتها يتسمع عندها عليك مو مستحيل خاطر الوليد يحب برشا تونس والستاتيو اللي كتبه قبيله شجع في اصحابه وانا نعرف حتى حاجات مقربه من عائلته من كل شيء راهو بلادي يموت على تونس تقريبا انا ما نعرفش انا نتصور كان حنا بعد نتكلم شو نقول نفس الكلام راهو لاعب يستحق لنا علاش نشيطنوه فهمت هذا المقصود. من بعد لا قدر الله يعاودها برشا مرات ويولي متكبر حاشيه معناها على المنتخب وقت خويا نقول لك عندك حق. اما الى حد الان لي دو فيرسيون نتاعنا وزوج وجهات نظر نتاعنا انا راها محترم وتصب في نفس الاطار مع شو خاطر باش تجيبه توا هو يعرف روحه والاطار الفني يعرف اللي هو مش يعطيك توا بنشوف لا يزي هو مش عارف في البرفورمانس في جمعيته في الشهر هذا ولا يزي باش تلقاها معناها مونتالمون مش خشب وفي العمر هذاك وعندك لي دوبلور. انا نتصور حاجه بركه في الكوميونيكاسيون اللوم على الاطار الفني واللوم على الجامعه خاطر فهم برشا حاجات لازم الجامعه هي تهز على المدرب شويه سورتو في الـ في الـ في الـ في معناها الامور الاداريه. كنت نجم انت تكون راهو قررنا الاستجابه لطلب اللاعب بالكذا وبانه يغيب وندعو جميع مثلا اللاعبين ولا كذا ويلتزموا دائما بمواعيدهم مع المنتخب ولا استثناء فهمت هذا اللي ما يتقالش هذا ما نجموش نقولوا خاطر انا تحليلي هكا وكا. باهي فما نقطة أخرى كنا نحكي عليها يعني إن شاء الله ما نلقاوش روحنا في مشكلة فيها في الكوب دافريك اللي هي عندنا زوج لاعبين. شوف التربية نتاع سي جاوا الأساس أغزرك التربية وك الدنيا شو قداش متربي الراجل. وي حنا بعد يعرف الكلوب ولا لا في الاتوا شو قداش متربي حنا بعد يعرف الكلوب شو قداش متربي انت شو كيفاش يحكي قدام الناس شكرا انا شكرا سي محمد امير الجويني مش خاطر شكرتي خاطرك متربي برشا محليك ربي يخليك مش كيما برشا عباد اخرين اللي هي اختيار نتاع زوج لاعبين فقط في مركز قائم الهجوم بلا يا وليد مش معناها ميسي حنا بعد والله لا اما عنا مؤشرات طيبة إلى حد الآن مازال ما ترشقش ما كونفيرميش 100% وإحنا ماذا بينا ملاعبيتنا الكل يخرجوا للاحتراف. إيش قولك في علي غرام ماشي الروسي؟
ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله. صحيح، احنا نحب اولادنا الكل ان شاء الله، وسام عبيد ان شاء الله راقي العواني اللي اكثر صحافي يحكي عليه ويحبه. تقى قبيله حكيت عليه، زكريا العايب، شو اسمه غيث الوهابي، ان شاء الله كلها تخرج. خويا حمدي العبيدي كلها ان شاء الله تخرج، واحنا نضربوا عليكم انا. ولو انه بطولة روسيا صعيبة شوية، قليل من لاعبي التونس نجحوا ونجحوا فيها، فما دي كونديسيون صعب خاصة امور الطقس، واحد ان شاء الله عليه يكون استثناء، وتكون كل فترة معناها يمشي بها البلاصة كلها. مسابقات اوروبية معاقبين ترى ما ينجموش يلعبوا. قلت معناها لهنا لا قدر الله في حالة إصابة، وإلا لا قدر الله وعطى بطاقات وإلا حاجة، باش نلقاو احنا بلاش قلب هجوم، معناها أنك عندك الخنيسي وشكون آخر؟ تكون آخر الخنيسي والجويني فقط في الليستة، دونك لهنا ما عادش شوا، لهنا ممكن فيه عليه شوية من المدرب زاد. بالله ذكرني نحكيو على فيصل المناعي بعد، خاطر برشا يسفوا على فيصل المناعي. دونك كما قلت لك لهنا سألته عن النقطة هذيك، هو قال فهم لاعبين كيما يوسف مساكني يا جماعه غادي، ولو انه تعال شفناك يوسف في البوست هذيك ما عطاش، فهم ما بغاش يشوفوا يا جماعه غادي، قال طيب يا جماعه غادي، ولو انه ما تشوف عاشوري بار كونتر ينجم قدامه، ولازم مثلا ريت البير جويني عاشوري ينجم تنجح. الحق ريسكي شويه شفتها انك تهز معناها زوزه تكوينات معناها في كومبيتيسيون معناها 7 ماتشات كيكا قداش ثلاثه حبيت انه حمدي العبيدي يمشي بصراحه، حبيت انه حمدي العبيدي يمشي. هاي فوالا هذا من الملاعبيه اللي قبيله باش نقول لك عليهم، حبيته يمشي في 27 كان نجم يكون عنده فريق. هو المدرب مشى بلوجيك معينه كما قلت انت، نتاع انه كل ملاعب راه يلعب باش نعيط له. انا حمدي العبيدي بك الحس اللي عنده الكره ما تعرفش نسب، راه انا نشوف هكا بالعكس، انا كان نعطيك من الافريقي من العاديه اللي انا نتوقعهم باش ينجحوا اكثر من السرار فيهم، من الملاعبيه المعروفين بالاسم معناها اللي ما شاء الله عليهم ديجا كونفيرمي. انت فما راهو الفريق نصور غدا باش يجيها مدرب باهي باش يطلع الجاز من حمدي العبيدي ومن شهاب العبيدي زاد. ما انت فما راهو نعرفوهم انا ملاعبيه هذوما نتبعهم الصغرى من وسلام تعرفهم قبلي يمكن، انما نحكي لك في جونيور في الكاديف كذلك الناسيونال نتفرج فيها برشا. جديد تحس عنده حاجه صعبه. عنده حاجه يعطيك الصح. بالراسي مركي بالراسي مركي. تو والله ما باش تروح يشم معناها. تو فيها في الاونترينمون ماركي بها هو صغير. انا حبيت في 27 يمشي حمدي العبيدي. بغبي مساج اللي هو ليه شويه زاد بصراحه. نعم. التصرفات نتاعو في بعض الاحيان والاصداء اللي واصل عليه ما تفرحش برشا، ما شاء الله عليك عندك لي كاليتي الكل باش تمشي لبعيد برشا في الكوره. هو يحط مخك في الكوره وان شاء الله تشوفوك. ان شاء الله ان شاء الله، وتونس الكل تحبوه، راه ما فماش الكل ما يحبوش، صدقني حتى من جمعيات اخرى يقدروا يقول لك ملاعبي برشا. اما مثلا انا تو باش ناكد لك انه راهو عدم وجوده ما عنده حتى علاقه باسباب تاديبيه ولا حاجه، تو يرزم تو يكبر تو كذا مش مشكل هذاك، اما السبب الوحيد اللي بالحق مش قاعد يلعب. انا حبيت ما نعرفش انا هو والله في هنا مهدي نحس حتى جمهور الكلوب ما دفعش عليه حتى في جمعيته معناها، نحس ما هوش لاق الحظوة اللي واخذينها من لاعبين اخرين. طالبوا باستمرار في اكثر. اي بعد الموسم الكبير اللي عمله عم ناول قبله صحيح لو قاعد يقدم في اضافه وحتى لتوا به، لكن حتى حمدي الحق ما نشوفه يتقام حتى مهاجم في تونس. بلي علاش ما نجمش مثلا سعيد سابي يلعبهم زوز، شوف لهم اي فورمول يلعبوا بعضهم زوز. انا مسلاي ايدو واحد. لا انا ضد مهاجمين. كاين نجم تبدل ما عادش حدا جمعية يلعب مهاجمين. انا عجبني انت مرة فما أكثر واحد تقريبا أول واحد أثر ديما نحكي عليه أثرت الموضوع هذا بر الحب أثرت الموضوع هذا الموضوع نتاع كيفاش توظف حمدي العبيدي. السعيد الله معناه يسامحه وصل يلعب فيه اللي ما هوش ملاعب نتاع وماركا كنت شو اسمه دار بهير ولا ليكيب اللي نتاع لعب على اليسار لعب لعب وماركا وماركا معناها الراجل راه بيرفورمون على الاخر. بعدين لهنا اللوم توا انت كمدرب، وانا في رايي انه حق الشيء السابق قعد الموسم هذا في الكلوب بعد عم ناول خلينا نقول 80% بسبب حمد العبيدي واهداف حمد العبيدي عم ناول ماركي له 10 ولا 11 وهو اللي عطاك ترويزيام بلاس باش لعب كاس الكاف ونذكروا بنتويتو. فما حاجه واحده انا حبيت نقولها تو انت كمدرب اللي انا سعيد معناها راه نقدروه ونحبوه كل شيء معناتها ونعتبر معناتها انه مدرب واعد جدا ومقبول معناها البنون اللي عمله مقبول جدا معناتها الكلوب مازال تنافس على كل شيء. اما تو انت مدرب وطني يحط لك سي حمدي العبيدي في الاستيلارجي اشنو معناتها؟ معناها يا سعيد لعبوا سهلة فهمت؟ ما انت ما نعرفش اسكو من بعد صارت هو قال حتى
سعيد قال في كونفرنس قال جلال كلمني وقتها كانت تضرب قالوا قاعدين نسقوا على بعضهم اللاعبين باش يكونوا موجودين كي انا نفرض المهاجم تاعي انا قلت لكم الكلوب بيني ما تنزلوش معاه إيه. معناها احنا راهو تو نحكيو على العبيدي مش معناتها غدوه لازم يلعب اساسي وكذا مش هك والله لا عنده حتى دخل بمنطقه الجمعيات في ظل الفقر هذا الموجود في المهاجمين في البطوله التونسيه هيثم اوكي بينا تحكي عليهم كل ما هيثم يخدم برشا جينيرو برشا في التيران اما معدل التهديف نتاعو طايح شويه فهمت معناها يماركي لك وكل ما ماركي خمسه سنين بارابور المهاجمين الاخرين احسن واحد المهاجم قال لي انا المره الاخرى حكيت حكايه في 11 جوله استاد لعبت 10 جولات 10 جولات استاد لعب معناها بونتو في كل الماتش هكاك اما مساهم راه عاطي تروان ثلاث اسيست بالضبط فما فازه اخرى حبيت نقولها تو مثلا ريت المهاجمين هذوما علي زيتون يتبل مع روجيه مير حكيت لك علي جاب شمسه فاهم انا مره حكايه لي عامل في نوار مع الفاز عليه الاولى تاع علي زيتوني مهاجم كونفيرمي في البطوله ها في نوار ماركي 10 بونتو في الفاز الاولى نتاع البطوله ما مشيش 10 بونتو في الفاز عليه برك تو ما نخلطو لهمش وما مشيش سانتوس دي حبران خي يبقى الناس كل شيء فون وهذاك الملاعب باش يصحلو في البنك وكذا اي ما ماهي راه تو برشا يضرب مثال بجوج مير ماهوش معناتها ماهوش ما تشوف صدق الله العظيم انا حتى اختياراته تناقش انا يغلط لا مع رجل مير فما ماتش انا عايز نشوف عنده بلاصه معناتها في الكوب دافريك شكونوا علي الزيتوني لكن ما دام هاز الكوب دافريك ما عادش تحكي معاه اسمع انا عجبني يعطيك الصح انا عجبني مره سليم بن عاشور جابوا له في الورتين في التاسع جاء قال له زبير باي قال له تظلمت انت مع المير قال له شكون في بلاصتي سليم بن عاشور اش عملنا قالوا هزينا كوب دافريك قال له معطيه المعوض نتاعي اللي جاء من بعد نجح هذا باختياراته ناجحه خويا انا مش مظلوم بالضبط علاش مظلوم هذوما احنا كنا مدى بالكاف عطاتنا فافور باش نعملوا 27 لاعبي حبيت انه العبيد يا خويا يراسكي خويا معاه مش منطق خايب راه معناها خويا موار بيع بلاصه خاطر عندي ثقه فيه انه كان ينجم يقلعها المدرب بعد عنده اختيار خاصة كما قلت لكم المهاجمين كهو المدرب بعد هم فسر لك علاش المدرب ما عيطش العبيدي وهذه معلومه قلنا كان توا كان باش نعيط للعبيدي وهو ما يلعبش باش نحل الباب ولو انه ما تخيل رجع يلعب شوي مش بلاصه وماهوش كالعاده على خاطر ظهر ولد صغير معناها ماهوش موتيفي برشا هذيك تنحيه وترجع تعاود تنحيه وتبدل البوست نتاعو ضيعتهم البيبان نتاعو ضيعت يقول لك انا من بعد كيفاش نعيط لعبيدي مش قاعد يلعب سيكو ضيعت الاخرين معناها الملاعبيه الاخرين ديجا باش يوليو يطالبوا اللي لاعب ربع ماتش يجي يقول لي علاش ما عيطليش بها فهم لاعبي اخر مثلا ما حكى عليه حتى حد وانا نقول له زيد اخدم راك مازلت وهو وليد متربي وباهي خويا وخدام وزوالي وان شاء الله ربي يعينه ويوفقه اللي هو سي اسامه بوقر مازال وليك سالوني عليه هنا مازال صحيح والبوست نتاعو ما عبي برشا مع هو تبارك الله اما نجم يكون موجود خاصة تعرف الكاليتي نتاعو الباهي شنو هو افيكاس برشا قدام الكاج يمركي برشا وهذه حاجة مطلوبة معناها في الملاعبية من النوع هذاك إن شاء الله يكمل على المستوى هذا شفنا يمركا في السياسة إن شاء الله يكمل ويكون موجود في الأيامات الجاية في المنتخب إن شاء الله هو أنا وقت اللي وقتاش مثلا تجي من الإتوال أو باش نحكي على رقي العوادي زاد حتى رقي معناها يستحقوا نحكيو عليه وقت تجي مثلا من الإتوال ولا من الإسبيرونس ولا من الكلوب تعرف معناتها أنت مثلا إيليي أنت مهاجم جناح معناتها لازم عمل لي مثلا اقل شيء 6 7 اسيست لحد ماركي لي مساهم لي في 10 بطولات ماركي 3 4 وعامل 6 اسيست ممكن ضربه قلقت شويه فوالا دونك راهو باش يجي غاب شرف هذه باش يجي وقت فرحت متفائل انه الناس برشا فرحان برشا انه موجود في المنتخب ظهري الناس الكل كانت اجمعت بالبرفورمانس اللي وراهم في البريود اللي فات في تركيا كل اللي يستحق يلعب في المنتخب وخاصه البوليفالونس نتاعو نجم يعطيك حلول على اليمين على اليسار صانع العاب حتى مدافع ايسر ان شاء الله ياخذ الفرصه نتاعو شفتها هذه طقوسي اللي قال سليتي والخنيسي زايدين اش قال لا واش بيك انا عجبتني لازم قفت عليها سليتي ما فما حتى واحد ما يحبش نعيم حبوه الكل خويا والخنيسي هاني قلت لك معناها في المهاجمين اللي ما عندكش مهاجمين هذاك يولي افضل واحد فهمت ودايور هو كان بينه وبين جزيري بلاصه صحيح المدرب قاعد يستنى بينه وبين سيف الدين الجزيري هو مدرب راهو بالورقه وستيبع ما نعرف
وين لا وين وين لغني سيم ملك الأخر في البريود الأخرى يعطيك الساعة الأربعة لمركز هذا طلعته مين واحد بخلاف حتى أنا بقى قاعد ملكي لما خلي بطولة مصر أقوى أقوى شو أقوى مجال المقارنة وزوز ضعاف بطبيعتهم مش كيما أوروبا تونس خير منهم زوز يجيب واحد من تونس هنا خير هكا رأيي أنا يجيب واحد يلعب في نادي الفريقي مركيلي عشرة خير ما نجيب واحد مثلا ما نعرفش من الأهلي إسماعيلي مش كيل معناه احترامنا لكل مهاجمين أنا خيارت مثلا انه 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 يمشي يمشي حمدي العبيدي هذيك حاجه مؤكده هو يشوف البلاصه في الهجوم حاجه مؤكده هذيك بالنسبه لفيصل مناعي زاد المشكله اللي فيصل مناعي ما تمش اختباره قبل والمشكله فهم العبيه ما ظهرتش معاهم فهم العبيه ترشقوا في الاخر كيما ليس العشوري عاملين في كوب دي موندرا ما كانش مترشح كازينا ثبت في الستاتستيك مليح ناقشنا عليها مره انا وياك بالحق الفتره هذيك مع فيبورغ مش قاعد يلعب اصلا يلعبوا شوية دخلوا كذا واحد وكام أرقام مذعية يصير تونا رجعوا لهم بعد كوب ده في كوب دي موند معناه خاطر ما تفكروش قعد بنا لا 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 في بورك النص الأول ما يلعبش في بعد بعد الكوب دي موند رجعت الكرة ترشق طلع أما النص الأول لا ما سبب با شهرين ولا سبب با والقائمة الموسعة تعطات قبل شهرين وقت اللي عطاوا القائمة الموسعة أبش نذكرك في حاجة تعطات القائمة الموسعة يمكن تعطات في سبتمبر أكتوبر لا لا في سبتمبر خاطر كوب دي موند في نوفمبر وقتها ليس العشوري مش قاعد يلعب تحط اليوم في القائمة الموسعة سبتمبر هو اليوم بديل لا لا موسم بديل سبتمبر الاسكندناف تظهرلي في أوت ولا في كذا إخي سامحني البوليميك اللي صارت عاملة ولا عدبش عليه خاطر سبتمبر غلطهم وقت الاسبيرانس لعبت معز بشرفية في نيجيريا في سبتمبر وقتها يحطوا في القائمة الموسعة فهموا أنه مش الدبشي بش يلعب حطوا معز معناها ونحاو الدبشي علاش البوليميك صارت بعد سينا دي المعلول بدل خليني أسألك سؤال. تفضل. أعطيني التشكيلة من السبعة وعشرين. سهلة الله. أعطيني التشكيلة. العشوري وعشرة معاه. والله العشوري والطيف وعشرة. وين تحط جابريال؟ كل واحد يعطي واحد. بالاستمرارية بشير بن سعيد. أنا بالليف اللي قوله. والله العظيم رأيي بكل صراحة بشير ودحمان مستوى متقارب. والزوز أحسن حراس في تونس. كتحكي لي حراس سعدين في البطولة نقول لك منيش. معناها معز حسن اقل شويه منهم انا رايك معز حسن متكون برا وكل امام ما قعدش في المستوى الكبير اما ضد استبعاده علاش نحي فيه معناها ما غلطلكش ابريتو علاش نحي فيه مع المنتخب مو ما عملكش لقاء انا كيفك بشير شفته مادام هو ما غلطش ما فماش عايش يتنفع اليوم دحمان عمل باراد حلوه برشا ريتها لا والله ما شفتش نحكيو عليها وعملوا ويكس معناها غالي شفت خذينا 7.5 ولا حاجه ديما هكاك راهو قال الميم راهو غير حط الماتش اللي فات عمل ماتش باهي والسيد هذا راهو مواقبينه تسبوا فيه على العاصمه ودري شنو السيد هذا من اكثر الناس اللي دافعت على دحمان ومن اكثر العباد اللي معناه جابت الفكره للناس انه راهو في قوره والحارس كوميم قاعد ياخذ قاعد يقبل في هدف مره وقاعد بيرفورمو وقت اللي ياكل 6 و7 وقتها تولي عيد في تونس الناس تحكي عليه وعاش تحكيك على جارديانا لو كيب كامل اليوم واخي جارديانا وحده يلعب ما انا ساعه تقيرك لا 7 مع الهلال معناه مش ملاعبي في الدفاع نحط كشريده علي العابدي طالبي مرياح سيور هذوك علي معلول معناها تختلف من ماتش لماتش تنجم تكون رايه هي. يوم. انت مش لعب كونتر ناميبيا. في علي معلول يفضها وحده. ولو انه توا اسمع باللي سانك شونجمون. لو تنجم حتى في وسط اللعبة تدخل في السبعين. قد تبدل لاتيرو معناها عادي معناها. أنا زوز يعجبوني وزوز نحبه معناها. زوز مستوى قريب برشا. زوز مستوى خاصة علي في المبايا. يا أما توا أنت عندك بيتور نتاع كوب دي موند نتاع الكلوب تجمش تخليه في البنك. بتمام مترشق تو وين نصور لي كومبونس للمسيره نتاعو في راي ما تحق ما تفرقش الزوز مستوى متقارب برشا الزوز وخيال وزوز بهين وزوز متربين وزوز في ينفع المنتخب انا نخير علي معلول علي مين كشريدة معناها بدون نقاش واضح دونك كيشي في اونجي تقول لي هذا الملاعب اللي جا لتونس شوف هذا التوظيف الملاعب مهم برشا لو حتى ياس العاشوري راه كي جا ليكيب ناسيونال ماتش ولا تخيل سيء جدا تقول مش نفسه الملاعب مهم جدا معناها الخطه وتوظيف الملاعبيه والخدمه نتاع اللي تلعب ولي كومبينيزون اللي يتعاملوا بين الملاعبيه مهم راه خاطر ياس كي جا المنتخب راه سيء جدا تحط تشوفه مع فريق وتقول مش نفس الملاعب معناها ما شاء الله عليه معناها ياس شكون؟ عاشوري ساي وقتاش ماتش الاخر اللي لعب فما ماتش الاول ماتش الاول مازال ما دخلش في اللعبه لعب هو اللي في الكوب دافريك اللي في التصفيه اخر ماتش لعب اخر ماتش كان ما داوي
ما مشيش ليس عاشور الماتش اللي قبل مضروب لا ما مشيش في اخر ستاج لان هذي على فكره راهو تروس ان دو كريق هذاك ما نحبش نراه في المسؤول باهي في الوسط ثلاثه مامو هكا الوسط واضحين شكون ثلاثه نتاعك ماتش ناميبيا بار اكزومبل ماتش الاول واحد فيهم سخيري ولا عيدوني يعني ما بين ناميبيا ما تستحقش نعملها بدو بيفو يعني باهي شكون معايا ولا لا كان عطيني ثلاثة معايا في الفكرة نجم نلعب مثلا نجم بعد راهو كي نلعب اطراح كاسحين وكل معناتها مالي جنب افريقيا نجم انا نستغل عيدوني نعمل ريدوب بين عيدوني وسخيري ولا واحد قدام واحد اما راهو باش تتفك نتصور واحد فيهم معناها انت والنظرة نتاع المدرب شني برا سيدي نقولوا يبدا عيسى العيدوني برا نقولوا يبدا عيسى العيدوني رتحوا سخيري شوية داير خارج من الضرب ونلعب زوز اخرين معاه سخيري بالرمضان فيها بلي معايا ولا لا انا قلت لك سخيري بالرمضان فيها سخيري بالرمضان يعطيك الصح معنا اختلفنا في عيسى وفي سخيري زوز معناها بون انا قلت لك خاطر سخيري ديجا خارج راجع من الضربه اول ماتش في الافريق 70 سخانه كان خاطر حسيت العيدوني طاح شويه بعد ما يقول البيون الاخ ما يصلح لك على الاخر في الكونتكست هذا يصلح طاح شويه خاطر جمعيته جات فتره مش يلعبوا فيه اما هو مع الريال ديجا مع الريال ماتش يلعب برشا اخر ماتش الشامبيونز ليغ ريال مدريد دخل احسن لاعب في 25 مليون احسن لاعب وداير معناتها تحسب له الاسيست نتاع بونتو قدام عاشوري والطيف تصرف كيفاش تلعبهم وجويني معاهم خاطر ما عندكش تو وجويني احسن واحد في البطوله التونسيه لا عاشوري بكلم فين نسكل جويني كيف كيف قلب هجوم ظهر لي واضح على اليمين صعيبه معلش على اليمين لا هو قادر هو قادر نجم يلعب على اليمين اوكي المهم لحداش ان شاء الله اخويا نسكروا بشير احمد فارس هاي يقول لك بشير كشريده طالبي مرياح معلول كيف ياو سلموا عليه هاي سلموا عليه بس يحط سخير يعيدوني هو كاد دو تروا خلينا نقراو شويه تشكيلات اي الطايف العاشوري جويني مساكني يعني مش بعاد برشا تقريبا في نفس الفكره احنا نختلفوا في ملعبي ولا في اثنين تومي عطيه مانيش باش نقول لكم مانيش القادر الجزائر باش دخلنا في هذا معناها يقصد هو على سامي شوشان معناها على برايتون ما عيطلوش هو كيما قال سلام راهو ما يلعبش معناها هو ما يلعبش معناتها ما انا ديما نحب الليسته ننتجري فيها زوج ثلاثه صغار رؤيه معناتها نجم واحد اخر يقول لي لا فاش تخلط راهي كوب دافريك وراهي بلايص غاليه وراه نجم مستحق الكل ملاعبي معناها يكون عنده اكسبيريونس ويكون شوف اخويا انا تجيلي شفت ما سيتي بلدي ثاني يمشي مصر يقولوا بلدي ثاني في قطر قالوا بلدي ثاني في المغرب قال الركراكي بلدي ثاني خويا مهدي انا من الجزائر نتابع الكره التونسيه جيدا القائمة منطقية وعادلة مميش لازم برشا خبرة باش يكون في المنتخب ربما في تصفية كأس أفريقيا 25 ياخذ فرصته درجة ومساكني لازم يكون له تأثير مهم وكذا يعطي الصحة بارك الله فيك وإن شاء الله بتوفيق المنتخب الجزائر إخواتنا هذوما تزيرين باهيين سلموا عليكم هذوما نوعية تزيرين باهيين خاطر ساعات فما جماعة تدخل شك فيكم اللي أنتم تزيرين يفكروا فينا يحبونا برشا ما في الكومنتير في الفيسبوك راه العباد ماهوش نفسهم ساعات شك ماهوش نفس حتى توانسة حق عندنا عباد ماهوش نفسهم هما تزيرين متربين وإخواتنا ونحبونا ونحبوهم أما ساعات فما شرذمة خويا كيما في توانسة هكاك يدخلوا خويا باش يعملوك فتنة في يعرضك قدامك يبدا يبوس في عنق ويسلموا قضية أخرى يا مساسي مرحبا بك تعبت شكرا اللايفات متاعي يقعدوا خمس سوايع بالك نص ساعة تمشي هكاك تستدعى في روحك بحذاك عندنا برنامج كبير في الكان إن شاء الله بقدرة ربي تو نحضروا له مفاجآت جميلة قد شي بعد 300 كيلومتر سكر على روحك يا سيدي السلام عليكم ونتلقاو في لايفات اخرين ان شاء الله ابقاو مع مهدي دريش نكمل معاكم